رجعنا معاكم في هذه الفقرة، راح نتكلم أكثر عن التغذية العلاجية الصحيحة اللي تخص الأطفال والمراهقين بشكل عام مع دكاترة مختصين في هذا الموضوع، مع كل من دكتورة شروق عبد اللطيف بدي طبيب تغذية علاجية، حياك الله. الله يحييك سلمك. وأيضا مع الدكتورة دلال جمال السري طبيب تغذية علاجية للأطفال، حياك الله. الله يحييك شكرا. منورينا. في البداية دكتورة شروق، كلمينا خلينا نوضح للناس شنو هي التغذية المثالية الصحيحة. هذا مفهوم عريض واسع ويشمل وايد أمور، لكن إذا بنبسطها نقدر نختصر الغذاء الصحي ككل بعناصر ماكرو نيوترينتس ومايكرو نيوترينتس، يعني عناصر غذائية أحتاجها لتوفير الطاقة والكتلات اللي تساعد على بناء الجسم، والدهون المفيدة، وعناصر غذائية دقيقة أحتاجها عشان تمشي لي عمليات الأيض والتمثيل داخل الجسم على أكمل وجه. فإذا وفرنا هالماكرو نيوترينتس بالكمية الصحيحة وبالكواليتي الجودة الصحيحة، والمايكرو نيوترينتس هم بالكمية الأوبتيمم، راح نوصل حق التغذية المثالية. صح. يمكن حتى إذا الشخص حاب إنه يستفيد في هذا الموضوع ما نقدر يمكن ننقله بصورة كبيرة، لازم أكيد فيها استشارات، فيها أمور كثيرة تفاصيل اللي ممكن تقدرين توصلين للشخص شنو هو التغذية المثالية اللي ممكن هو يستفيد منها. صح. ولكن دكتورة دلال، شنو العمر المناسب اللي نقدر نقول ممكن الشخص يبدي يمشي على نظام غذائي صحيح مثالي؟ يمكن حتى كثير من الأمهات خصوصا الحوامل أول ما يولدون ما يدرون متى يبلشون مع عيالهم ويأكلونهم الأكل الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، واشكركم على اللقاء. حياك الله. الله يحييك. السؤال وايد حلو، ويعني خاصه بهالبرنامج هذا اللي انتم يعني تسوونه حق الشباب والشابات. الشابات وايد مهم يعني يتثقفون من على يعني على هالموضوع هذا، اللي هو متى يعني في المستقبل اذا صار عندهم اولاد او بنات متى يبدون معاهم بال التغذية السليمة. شوف، منظمة الصحة العالمية واليونيسف ينصحون أن أول 6 أشهر من حياة الطفل تكون بس رضاعة طبيعية فقط. حلو. يعني حليب الأم فقط هو يمثل مثل ما قالت زميلتي دكتورة شروق التغذية المثالية لهذا السن، اللي هو من الولادة ل6 شهور. يمكن ساعات حتى يمكن يدات يتدخلون، لا وكلي مين خالف، يعني ما يمشون على نظام، ما يدرون هذا ممكن يكون مضر. المشكله بالشابات نبدي يعني لازم يتثقفون من الحين. وانا قاعده اشوف بالعكس، قاعده اشوف ان البنات الصغار الحين وايد حابين الموضوع، موضوع الرضاعه الطبيعيه، وفي اقبال اكثر من قبل عليه. مثل ما قلت لك، من الولاده ل6 شهور منظمه الصحه العالميه تقول رضاعه طبيعيه فقط. حلو. بعد ال6 شهور يبدي حليب الام، مو زين، هو يستمر طبعا. احنا لسنتين او اكثر نقول كملوا بالرضاعه. حلو. بس بعد ال6 شهور يكون مو كافي، في بعض المايكرو نيوتريانس اللي هي المعادن الفيتامينات تنقص، فلازم احنا نعوضها عن طريق الكومبلمنتري فيدنج او التغذيه التكميليه بعد ال6 شهور. ممتاز. التغذية التكميلية اللي هي لازم تكون أطعمة تمد الطفل بالطاقة، البروتينات، الفيتامين ألف والحديد. فأتوقع حتى البنت يمكن لما يعني مع الاستمرار مع الاستمرار، أو غير كذي ما هي يعني توكل الطفل على أي شيء، أتوقع لازم تستشير دكتور معين شنو اللي توكل الأمور اللي هي بالإضافة غير الحليب. أكيد طبيعي. أكيد يعني الفولو أب وايد مهم، يعني بعد الولادة إذا الوحدة يعني تبي أفضل شيء حق طفلها، ودائما إحنا ندور أفضل شيء حق عيالنا. صحيح. من مدرسة ولبس وأكل، فأنت إذا تبين أفضل شيء حق طفلك من صدقيني يعني من تولدين ل6 أشهر لا تسمعين لا خالتك ولا أمك، وسمعي كلام الطبيب واللي يعني اللي كله مثبت بدراسات علمية. حلو، ممتاز. يمكن باخذ رايك، مو بس دراسات، احنا عندنا القرآن الكريم طبعًا. يقول صحيح. ابي اخذ رايكم موضوع يمكن مشترك بينكم، ابي اخذ رايكم فيه، اللي هو شلون نقدر نحسن تغذية الأطفال والمراهقين. خلينا نبلش معك دكتورة شروق. طبعا عمر الطفولة يعني ما أقول إنه سهل إني أقدر أتحكم بتغذية الطفل، بس يعني أسهل بكثير من التحكم بتغذية المراهق. فيعني شو الفرق؟ الطفل ما زال يتلقى يعني، واللي تحطه قدامه بياكله، وإذا نبهته عن شيء معين
خصوصا ان لا علاقه مثلا بمخاطر كذي على صحه الطفل، ممكن يستوعب على ويخضع يعني حق رسالتك له، زائد انه يصدقها. فمو بس انك خليته ياكل عدل او ياكل بطريقه سليمه، عززت فيه سلوك يستمر معاه ان شاء الله مدى الحياه. لكن اذا اهملنا غذاء الطفل اللي راح يكبر ويصير مراهق ويتبنى عادات غذائية وسلوك غذائي سيء، راح يكبر ويبلغ ويصير بالغ وعاقل، لكن تغذيته غير سليمة بتاتا. فعشان كذي الطفولة من أهم المراحل وكنز حق كل أم، إن تقدر تحكم تغذية طفلها وتعزز فيه طريقة الاختيار السليم حق الأكل. يعني إحنا كمجتمع، انا احب اعلق بعد على هالموضوع. تفضلي. انا اشوف ان الام والابو هم قدوه عيالهم. صح. يعني اللي الام والابو راح ياكلونه الطفل راح ياكله. صح. ونرد مره ثانيه على الرضاعه الطبيعيه. اللي الام كلته انزين ذاق الطفل، الطفل كله متعود على طعمه، فاي شيء يعني راح تاكله الام هو مفروض انه راح يحبه وياكله. ومثل ما قلت لك هم القدوه، سووا شيء صح وهو راح يسوي شيء صح، سووا شيء غلط راح يقلدهم يسوي شيء غلط. كلام جميل. بالنهايه صح، ما اقدر انا كابو ممكن اكل شيء معين وامنع ولدي وانا قاعد اكله قدامه، لانه هو راح يروح ياكله، قاعد يقول ليش ابوي ياكله، معناته ما في شيء. خصوصا الوجبات السريعه، يعني ما يصير اقول له لا هذه خطره وصحتك، وانا بايدي سمو قاعد اكل. الحمد لله الحين صار لي سنه، يعني بعد ما نشيت على نظام غذائي يمكن سنه وكم شهر قطعت المطاعم السريعه. ما شاء الله تبارك الحمد لله. حسيت الفرق. حسيت الفرق، ما قلت ما ولهت عليها حتى بالاضافه للمشروبات الغازيه، بس انه حسيت انه في شيء طبيعي اقدر انا اكله يفيد جسمي، حتى من ناحيه نومي حتى حركه. ايه؟ كنفسيا وايد ارتحت. اي ما شاء الله الحمد لله. يمكن هذه المشاكل تواجه وايد من الشباب والمراهقين. خلينا نتكلم عن المراهقين دكتوره شروق، شلون نقدر اذا كانت عندهم مشكله في تغذيتهم شلون نقدر احنا نصححها؟ بما ان انت قاعد تقولين من شوي يمكن صعبه ان احنا نتدخل فيها. هو اهم ما في علاج يعني بالتغذيه العلاجيه هو استقبالك للكلاينت للمريض. إذا كان ناوي يتغير أو عنده مثلا مشكلة يعاني منها، أغلب المشاكل الحين بمجتمعنا مشكلة السمنة. صحيح. ويبي يسيطر عليها ويعالجها، إذا ياك يعني أنت يعني نص العلاج، يعني وصلت فعلا حق مرحلة نص العلاج، لأنه هو ياي ويبي يتغير ويبي يعدل من سلوكه الغذائي، يبي يعرف أكثر عن التغذية السليمة، ما يدري شنو الصح شنو الغلط. يعني وايد الكلاينتس لما يجون ونشرح لهم ها هذا بروتين، هذا كاربس، عرفت يعني يستوعبون انه بلا الغذاء ترى سهل، يعني وتقسيمتي حق اكلي على مدار اليوم يعني ما هي صعبه ولا هي ذره يعني اختراع طبعاً. ولا شيء، هي شيء في متناول الجميع. بس انك المعرفه كنز، يعني لازم تعرف بالضبط انت ايش قاعد تاكل، جوده الاكل اللي انت قاعد تاكله شلون قاعد ياثر على جسمي، وخصوصا ان مرحله المراهق يعني يستوعب، يعني يبي يتعلم. اذا خذيتها يعني ستيب باي ستيب وحاولت تفهمه اكثر ما انت تملي عليه، لان العناد بهالعمر يعني ما هي طريقه امر. اكزاكتلي. فلازم هو يتدخل في مرحله، هو يختار شنو يبي يغير من وجباته، هو يختار اي جول يبي يوصل له، هو يختار كم سلوك يبي يتغير، انت معاه تحطون الخطه على اساس يعني بعد تكون باختياره وبرضاه وزمنيه محدده هو يقررها. صح. متى ما عطيته هو زمام الامور وخليته يتحكم في نفسه بوعي صحيح، تاكد انه راح تكون يعني ان شاء الله عمليه العلاج ناجحه. لكن الفرض والامر والتناقض، انا اسوي شيء وهو يسوي شيء، يعني هذا ابدا ما راح يعالج شيء. صحيح. ما راح اشوف نتيجه ممكن ترضي الجميع. نبي نتكلم عن موضوع الحبوب حرق الدهون. بالبدايه قبل لا اتكلم عن المراهقين، خلينا نتكلم عن دكتوره دلال بالنسبه حق الطفوله. يمكن وايد يولد امهات بعد الولاده يمكن تمتن، فهل هذه الحبوب صحيحه مفيده للبنات خلينا نتكلم، او البنات اللي قاعد خلينا نقول يعني الحمل بشكل عام؟ شوف حبوب حرق الدهون يعني غالبا ما يعني ما لها اي يعني غير صحيحه. خلينا غير صحيحه، لا غير صحيحه، وكلها ادعاءات كاذبه. لو هي صدق تشتغل وصحيحه كان يعني ما شفنا احد متين. صحيح. يمكن الكل استفاد منها وكل اللي يبي ياخذ هالحبوب. هلا اقول يمكن الكل يستفاد منها، يا كل اللي يبي منها ياخذ الحبوب ويضعف. بالضبط.
والشيء يعني والنوع الوحيد اللي ممكن نقول انه اصلا يعني يأثر، ممكن انه يعني يساعد في ان الواحد يضعف، حتى لما الواحد ياخذه لازم انه يكون على حمية غذائية، لازم يسوي رياضة، ماكو شيء بس اخذ ابلع حبة وهي طبعا مو سحر طبعا. يعني. هو الواحد اذا بيكون صحي في رياضه في نوم لازم يعني وقت معين ينام فيه، ناحيه الاكل يعني وايد اشياء تكمل بعضها. خلينا نتكلم بالنسبه حق المراهقين بشكل عام، الحريم والشباب اللي خلينا نقول فوق 18، ممكن غير الحبوب حرق الدهون، الحبوب العاديه اللي ممكن قاعد ياخذونها، وقاعد نشوف بالفتره الاخيره يمكن المشاهير او الاشخاص العاديين ياخذ حبه شاف منها نتيجه حلوه بشهر، حط عنها واعلن ممكن مقابل مبلغ او ممكن ما يدري انه راح يضر غيره، فخلينا نتكلم في هذا الموضوع. بالضبط، هو في هي معادلة التغذية ما هي ماجيك ولا هي صعبة يعني. هو كمية الطاقة الموجودة بالأكل في ثلاث عناصر، يا كربوهيدرات يا دهون يا بروتينات. أنت تستغل أول ما تستغل جسمك راح يستغل الكربوهيدرات، فماكو شيء يسرع من عملية حرق الكربوهيدرات كمعادلة. تدخل في معادلة الرياضة طبعا، إلى الرياضة تدخل في المعادلة، الكروميوم يدخل، فيتامينات باء يدخل، فيتامين سي تدخل، وايد أمور، بس هذه أمور طبيعية يعني موجودة في الجسم. صحيح، ماكو شيء يعجل لي من عملية الحرق. لكن في بعض مثلا في بعض المركبات اللي يستخدمونها الأثليتس الرياضيين، بلى تخلي عندهم تزيد الستامينا، تزيد الطاقة، قدرتهم اي قدرتهم على تحمل الرياضة فترات طويلة. مو احنا الرياضيين، هم ديفرنت، هم حياة قصة خاصة ثانية فيهم تختلف. بالضبط، احنا غير، احنا تتكلم عن الناس العاديين اللي ما الناس يمارسون الرياضة. تبين تضعفين، الموضوع سهل، يبي له ترتيب حياة وترتيب اولويات، معرفة، راجعي الطبيب، راجعي اخصائي التغذيه، عرفي شنو اللي تبينه، لا تلجئين حق الحل السريع. اول شيء مضيعه وقت ومضيعه فلوس وممكن مضيعه صحه وعمر. ويا ما سمعنا بامور يعني كوارث صارت، منها ناس فقدوا حياتهم في سبيل انه بس يبون يضعفون عن طريق الطريق السهل. لكن الطريق اللي يمكن انه يكون صعب لانه في تعديل سلوك، لكن طريق مستدام ومستمر هو الافضل. صحيح. هو اللي فيه الاستثمار طبعًا. الحقيقي. فيعني اذا تبون تضعفون، اذا تبون تحافظون على وزنكم، اذا تبون تحافظون على صحتكم، الموضوع ابدا ما في صعوبه. صحيح. الرساله اللي ودي اطلع منها اليوم من هالبرنامج ان اكلوا خضار وفواكه قد ما تقدرون خلال اليوم. هذا العنصر المنسي للاسف. صحيح. الخضار والفواكه وشربوا ماي وايد مفيد. صحيح. وايد، بس الخضار والفاكهة هم فيها ماي وفيها عناصر يعني ممكن ان هي تعدل من عمليات الايض والتمثيل، ممكن ان هي تعدل من مناعة الجسم وتزيد من مناعة الجسم. صحيح. ممكن ان هي تغير وايد اشياء بالجسم، وليش منسية ما ادري، متوفره بكثره. ثقافه الصحه والرياضه مو منتشره يمكن عند شبابنا بشكل عام. يمكن قاعد تقولين تو ان يمكن كثير من الشباب يبون يضعفون بسرعه، يلجؤون للعمليه السهله، حبوب يمكن توديهم لحياتهم خطره، ممكن يتوفون او يصير لهم يعني شيء مضر لصحتهم بشكل عام. وفي البعض حتى يروح حق العمليات التكميم. يعني عمليات التكميم اتوقع لوزن معين اللي ما يقدر يضعف، يعني ما ابي انا ادخل فيها، ماني دكتور. لا احنا مو ضدها، عمليات التكميم مو ضدها ابدا. يعني عمليات التكميم هي جزء من وان موديل، هي اخر حل ممكن يعني ان نختاره لعلاج بعد فشل، لعلاج السمنه بعد فشل اللي هو الحميه الغذائيه والرياضه، متابعه مع اخصائي التغذيه والطبيب بعد فشل كل الاشياء هذه والادويه. انزين، هني ممكن نلجا لعمليات التكميم. في طبعا كرايتيريا معينه اللي هي شروط معينه اللي ممكن الشخص انه ممكن يسوي هذه عمليه التكميم. ان تكون كتله الجسم اكثر من 30، مع مثلا امراض مثل السكر او انزين، او ان تكون فوق ال 40 لكتله الجسم ومع فشل المحاولات اللي قلت لك عنها. ممتاز. يمكن دكتور شروق ذكرتي تو انه وايد مهم الشباب او البنات بشكل عام ينظمون وقتهم في عمليه الاكل بشكل عام. دكتور دلال كلمين عن هذه العمليه، ايش كثر مهمه حق سواء الطفل او الشاب اي عمر معين هو ينظم عمليه اكله؟
وايد مهمة يعني عملية تنظيم. احنا يعني حتى احنا بالعيادة نسميه نظام غذائي وليس رجيم. صحيح. الرجيم شوية يخوف وكل من يعني الرجيم فيه حرمان. ايه اما النظام الغذائي انك انت بس تعدل سلوكياتك، يعني تحاول بالتدريج، اللي ما يشرب ماي يبدي يشرب ماي، اللي ما مثلا ما يتحرك يقوم لنص ساعة مثلا يمشي، او يجزئها. اي او انه يجزئ الرياضة. فهذا تغيير السلوكيات او نمط الحياة هي اللي احنا نسميه تنظيم، بالاضافة الى انه يشرب ماي، ياكل فاكهة وخضار على الاقل 4 حصص باليوم، يبتعد عن الدهون المشبعة، وياخذ بدالها اللي هي الدهون الغير مشبعة طبعا ممتاز. الدهون الغير المفيدة. مشبعة، هل في دهون دكتورة شروق ممكن تكون مفيدة حق الجسم اللي اي أنا طبعا أخذها؟ اي طبعا في دهون الغير مشبعة، هذه مثبت علميا ان فائدتها على صحة القلب والشرايين. حلو. وفي دهون هم من اثبت ان في الميديوم تشين فاتي لها اسم اي معين. لها اسم معين، هذه تدخل في عمليات التمثيل، الايض والتمثيل حلو. للجسم، وممكن ان هي تساعد على خفض الوزن، لان تخلي الجسم يفضل ان يحرق الدهون على انه يحرق الجلايكوجين اللي هو مخزون الكربوهيدرات. فبدال ما تستخدم المخزون السريع تستخدم المخزون الراكد اللي هو الدهون، وتسرع من عمليات الايض والتمثيل، وبالتالي تفقد الوزن، مثل اللي الحين معروف الكوكونات اويل. هذا عليه ممتاز. دراسات. اي وايد مفيد اتوقع، اي حتى طبعا انا جربت الكوكونات اويل، بس اتوقع مو عاد وايد الكوكونات اويل يعني اللي تسويه بالبيت. لازم يكون الثيك اللي هو يعني يكون يكون شوي ثقيل، ما ثقيل. يكون اي ثقيل. مثل الماي. وصلنا يمكن للختام، نبي نعرف منك دكتور دلال ما هي اهم توصيات للمنظمه الصحه العالميه في مجال تغذيه الطفل؟ مثل ما انا ذكرت بالاول، منظمه الصحه العالميه توصي اللي هو بالرضاعه الطبيعيه الخالصه او المطلقه من ينولد الطفل الى 6 شهور. بعد ال6 شهور نبدي بالبدء او الشروع بالتغذيه التكميليه اللي تكون فيها كل العناصر الغذائيه اللي يحتاجها الطفل، والاستمرار بالرضاعه الطبيعيه حتى 2 او اكثر. ممتاز. بالنسبه حق الاطفال اللي اكبر يدخلون المدرسة ويعني أكبر من هالعمر، ينوعون بالأكل، بس نراعي إدخال الخضار والفواكه. طبعا من هني نبدي إدخال الخضار والفواكه 5 حصص في اليوم، خضار أو فاكهة يعني. بس توني بسألك أبي هذه النصائح، مش أنت ذكرت هي الخضرة والفواكه بشكل عام، إيش كثر مهم يعني باليوم ناكل فاكهة؟ يعني كم وجبة عندنا مثلا؟ خلينا نقول باليوم عندك 3 وجبات، 2 سناكس وجبات خفيفة، بس يفضل للأدلز الكبار ياخذون 5 حصص إلى 6 حصص في اليوم خضار أو فواكه. حل. مع بعض، أو يعني بالسلطة مثلا، أنت لك طماطة، لك خيارة، لك جزر، يعني عرفت، أنت لك شيء كامل. كمية محددة باليوم هو الحصة 80 جرام، فيعني احسبها يعني مثل ما تبي، مو عصير، شيء كامل يعني. حق الأطفال تبدي بتدريجيا إلى أن توصل إلى 4 إلى 5 في اليوم، من الأطفال من عمر الطفولة إلى المراهقة 4 إلى 5 حصص في اليوم. هذا صدقني هذا راح يفرق وايد في عمليات الأيض والتمثيل داخل أجسامهم، في مناعتهم، في استقبالهم وذير كوجنيشن، معدل الذكاء. معدل الذكاء. ممتاز. وراح يرفع من وايد من طاقتهم أصلا خلال اليوم. الحمد لله. طبعا المعلومات جدا جميله، واستمتعت معاكم في الحديث في هذه الفقره، ويعطيكم العافيه على هذا الجهد اللي انتم قاعد تبذلونه عشان توصلون التغذيه العلاجيه الصحيحه للناس. كل الشكر لك دكتوره شروق عبد اللطيف بودي، طبيب تغذيه علاجيه، عودتك معنا. مشكور، ما قصرت. العفو، حياك الله. وايضا كل الشكر لدكتوره دلال جمال السري، طبيب تغذيه علاجيه وخصوصا تغذيه الاطفال، على وجودك معنا اليوم. انا اشكركم على هاللقاء، وان شاء الله يعني يكون في لقاءات ثانيه ان شاء الله باذن الله. طبعا مكملين حوارنا، راح يكون بعد الفاصل معنا معرض جنيف الدولي مع مجموعه من الطلبه، راح يشاركون فيه في المشاريع. فاصل ورادين.